ان شاء الله في فيديو النهارده هننفذ ونسطب مع بعض خطوات تسطيب وتثبيت ويندوز 7. طبعا بعد ما نكون حرق الويندوز بتاعنا ويندوز 7 على الفلاشه، هنحط الفلاشه بتاعتنا في الجهاز. خلونا دلوقتي نراستر الجهاز بتاعنا. هتبدا عمليه الراستره. هنا الجهاز هيبدا يفتح معانا، هنضغط على زرار اسكيب من الكيبورد، وزرار اسكيب في الكيبورد هو اول زرار فوق ناحيه الشمال. هضغط عليه ضغطة واحدة كده، ادي شكل زرار اسكيب. بعد كده هتبدأ تفتح معانا الشاشة بالطريقة دي. هنا بيقول لي ستارت اب منيو، وعلشان ندخل لخيارات وضع البوت هنضغط على F9. طبعا الجهاز بتاعنا HP، فعشان ندخل لوضع البوت هنضغط على F9 مع بعض. وان شاء الله انا هسيب لكم في وصف الفيديو معظم الاوامر لمعظم الاجهزة زي سامسونج والديل واليونوفو والHP. خلونا نضغط مع بعض دلوقتي على F9. هندخل على طول على البوت مانجر، هننزل بالسهم من الكيبورد ونقف على الفلاشه بتاعتنا ونتاكد ان احنا واقفين عليها كده كينجستون اللي احنا حرقنا عليها ويندوز 7، وهنضغط من الكيبورد على زرار الانتر. هتبدا معانا النسخه في عمليه التحميل اهي، هننتظر لغايه لما تتم عمليه تحميل ملفات النسخه. تفتح على طول بعد كده معانا انستول ويندوز في صفحة اعدادات الويندوز. هنا عندنا اول خيار language to install English، طبعا دي اللغة اللي احنا نزلنا بيها نسخة الويندوز من الموقع، اللغة الانجليزية. لو جينا فتحناه هنا مش هنلاقي اللغة الانجليزية، ما نقدرش. فانت لازم تحدد كويس جدا قبل لما تيجي تعمل عملية تنزيل، لو انت حابب ان النسخة بتاعتك تكون باللغة العربية لازم الاول تحملها من الموقع بتكون باللغة العربية، نسخة الويندوز نفسها، علشان هتلاقي عندك الاعدادات من جوه والقوائم والتول بار هتلاقيها باللغة العربية، مش هينفع تختارها من جوه، عشان في ناس كتير جدا بتحتاج ان هي تثبت النسخة بتاعتها وتكون باللغة العربية. فلازم تتأكد وانت بتعمل عملية التحميل ان انت لازم تشوف وتحدد انت محتاج تخلي النسخة بتاعتك تكون باللغة العربية ولا زينا كده احنا محملينها باللغة الانجليزية. هنا عندنا التايم اللغة الانجليزية، والكيبورد هنسيب الاعدادات بتاعتنا زي ما هي كده، ونروح على طول نضغط على نيكس. هنا عندنا ريبير يور كمبيوتر، هنا بختار الاختيار ده لو انا كنت مثبت اوريدي على الجهاز بتاعي ويندوز 7 وعندي فيه اخطاء او نقص في الملفات او بيعمل عمليه تهنيج وتبطيء. هنا باجي بضغط على ريبير يور كمبيوتر، هنا المقصود بيها ان هي بتعمل عمليه اصلاح وتعديل وتهيئه للويندوز. لو في اي ملفات ناقصه بيبدا يعمل عمليه الاستبدال للملفات دي، وبيبدا الجهاز معايا كاني منزله من اول وجديد. هنا بتتم عمليه معالجه الاخطاء بتاعتنا. طبعا احنا مش مثبتين ويندوز 7 على الجهاز، لسه هنثبته من اول. هنا هنيجي نضغط على طول على انستول ناو، نقف عليها كده ونضغط كليك. هنا هتتم عمليه التحميل، هنا بيقول لي سيت اب ايز ستارتنج، هنا بتتم عمليه بدء التثبيت، هننتظر. هتفتح على طول معانا صفحة الترخيص، هنيجي هنا نعلم على المربع ده ونضغط وراها على طول بعد كده على نيكس. هتفتح بعد كده معانا صفحة ويسألني انت عاوز تنزل الويندوز بتاعك بأي طريقة. طبعا اول خيار عندنا ابجريد، زي ما احنا قلنا لو احنا مثبتين ويندوز 7 اوريدي والاصدار بتاعه اصدار قديم، وانا معايا على الفلاشة اللي احنا حرقنا عليها ويندوز 7 اصدار احدث، هنا هيعمل عملية تحديث واستبدال للملفات الخاصة بالويندوز. لو الويندوز عندي اصداره قديم هيبدأ يعمل له ريبليس، عملية استبدال للملفات، وهيبدأ ينقل الملفات الأحدث على الجهاز وهيزيل الملفات القديمة الخاصة بالويندوز. يبقى هنا هيغير في الفيرجن بتاع الويندوز، هنا عملية تحديث للويندوز لو احنا مثبتين ويندوز 7 على الجهاز اوريدي، مع العلم ان هو هيتم حفظ الملفات بتاعتي اللي موجودة على الجهاز زي الملفات والفولدرات، مش هتتحذف، هيبدأ محتفظ بيها هو، بس هيعمل عملية ريبليس استبدال للملفات الخاصة بالويندوز بس، وهيشيل القديم وهينزل الاصدار الاحدث منها. طبعا احنا مش محتاجين اول خيار ده، احنا محتاجين الخيار التاني كاستوم. كاستوم ده علشان اختار بارتيشن معين انا احدد عليه وانزل عليه الويندوز.
فهنيجي نختار مع بعض الخيار التاني، هقف عليه واضغط كليك. هنا هيطلع لي البارتيشنات بتاعتي. انا طبعا عندي 3 بارتيشنات، ده اول بارتيشن وده التاني بارتيشن وده التالت بارتيشن. امال ايه ده؟ ده خاص بالنظام، هو بيحجبه وبيخليه على جنب كده، دي ملفات خاصة بالنظام هو بيحتفظ بيها، مفيش مشاكل. لما نيجي ندلت بارتيشن السي هيبدأ يعمل عملية الدمج، هيدمج الملفات دي معاه. هنيجي نضغط هنا نقف عليه ونتأكد كويس جدا ان احنا واقفين على البارتيشن اللي هننزل عليه ويندوز 7. هنيجي نضغط على درايف اوبشنز، نيجي نقف عليها كده ونضغط كليك، هتبدا تفتح معانا الخيارات دي. هاجي واضغط على زرار ديليت. عندي هنا طبعا فورمات، ممكن افرمت البارتيشن. عندنا طبعا هنا زرار ريفرش، بضغط عليه كده بيعمل عمليه تنشيط وتحديث. لو انا في اي درايف تاني عاوز اضيفه، اي بارتيشن تاني عاوز يتضاف هنا اخليه يقرا، هنا بدوس عليه ريفرش. هنا باجي واتاكد كويس جدا ان انا واقف على البارتيشن اللي عايزين ننزل عليه ويندوز 7، واجي واضغط على زرار ديليت. هنا بيطلع لي رساله تحذيريه وبيقول لي ان الملفات بتاعتي هيتم حذفها، فاتاكد كويس جدا ان مفيش ملفات عندي انا محتاجها علشان هيتم عمليه المسح. هاجي واضغط بعد كده اوكي. هنا تمت عمليه حذف البارتيشن. هنيجي نقف على، هو وقف اوريدي على ملفات النظام، هقف عليها كده واجي واضغط على ديليت، واجي واضغط على اوكي. هنا تمت على طول عملية الدمج. هنا لو لاحظنا هنا ايه، بقوا 3 هم زي ما احنا قلنا، دي كانت ملفات خاصة بالنظام هو مستقطعها. هنا اقدر بعد كده اجي لو انا عاوز اعمل عملية تقسيم للبارتيشن ده عشان هو مهيأ. لو جينا لاحظنا هنا وجينا ضغطنا على اي بارتيشن تاني هنلاقي النيو دي بتبقى محجوبة، لكن لو جينا هنا ضغطنا على اول بارتيشن اللي احنا عملنا له دلوقتي عملية تهيئة، خلاص هو دلوقتي مفيش اي مساحة فيه مستقطعة. طبعا البارتيشن ده عندنا نقدر نقسمه، يعني هنا عندنا 107 جيجا، نقدر من هنا نيجي نضغط على نيو، وهنا نقدر نحدد المساحة اللي احنا عاوزينها. طبعا الواحد جيجا بيساوي 1024 ميجا بايت، نقدر نكتبه من هنا ونحدد ونضغط على ابلاي، هيتقسم معانا البارتيشن. لو جينا هنا لاحظنا وجينا ضغطنا على اي بارتيشن تاني هنلاقي ان كلمة نيو هنا بتبقى مختفية، علشان طبعا البارتيشن ده عليه داتا وبيانات هو بيتم حفظها علشان ما يمسحش الملفات والبيانات بتاعتك، هو حاميها اوريدي. لكن هنيجي هنا ونضغط على اول بارتيشن ونتأكد كويس جدا، لو احنا عاوزين نعمل عملية التقسيم هنلاقيها ظاهرة معانا، ونيجي نضغط هنا زي ما احنا قلنا. كمان لو جينا لاحظنا هنا، لو جينا ضغطنا على البارتيشن اللي بعد كده اقدر من هنا ما اعملوش عملية تقسيم، لكن اقدر اعمل عملية تنزيل للويندوز عليه. لو جينا هنا عندنا على البارتيشن اللي بعد كده، ده البارتيشن التالت، هنلاقيه مطلع لي رسالة وبيقول لي ان انت ما تقدرش تعمل عملية التنزيل والتثبيت بتاعه الويندوز بتاعتك. ليه؟ لو جينا هنا بصينا وفتحنا شو ديتيلز وضغطنا عليها، هيطلع لي على طول رسالة تحذيرية ويقول لي ان المساحة مش متوفرة لعملية التنزيل. هنا طبعا محتاج بتاع 9888 ميجا، طبعا المساحة مش متوفرة، فعشان كده بيقول ان هو مش هيقدر يعمل عملية التثبيت دي، بس حبيت انوه ليها. هنلاحظ ان احنا عندنا 4 جيجا و900، لكن هنا لو جينا لاحظنا عندنا 46 جيجا و900، هنا يقدر يثبت ويعمل عملية التثبيت عادي جدا. لكن احنا هنيجي على البارتيشن اللي احنا مخصصينه لعملية تنزيل الويندوز، وهنيجي نضغط ونقف عليه ونتأكد كويس جدا ان احنا واقفين عليه، ونيجي بعد كده نضغط على نيكست. هتتم عملية نقل وكبيرة الملفات على الجهاز، هتبدأ تعمل عملية نقل وتثبيت الملفات على الجهاز. هننتظر لغاية لما تتم عملية النقل. هنا هيبدأ يعد معانا، هنا 0%.
هنا 1%. طبعا هو هتتم عملية النقل وتثبيت الملفات، بقت 2% 3%. طبعا علشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم، ان شاء الله هرجع لكم بعد لما تتم عملية نقل وتثبيت الملفات وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم، هنا تم نقل وتثبيت ملفات الويندوز بنسبة 95%. هننتظر لغاية لما تكتمل عملية النقل. هنا 96 اهي، خلاص قربنا ننتهي. هنا يتم عملية الرسترة للجهاز اوتوماتيك بدون تدخل مننا. هننتظر لغاية لما تتم عملية الرسترة. هنا الجهاز بيفتح تاني اوتوماتيك. هنا بيعمل عملية استكمال لتنزيل الملفات. هنا الجهاز تاني عمل عملية ريستارت اوتوماتيك. هنا بتتم عملية التحضير.
هنا بيطلب مننا ان احنا نكتب مسمى للجهاز، نكتب مثلا كمال، ده اسم الجهاز بتاعنا، وهنيجي نضغط بعد كده على نيكست. هنا بيطلب مننا ان احنا لو عاوزين نكتب باسورد لليوزر بتاعنا، لليوزر اللي احنا عاملينه، هنعمل باسورد، نقدر بعد كده ندوس نيكست من غير ما نعمل باسورد. لو هنكتب باسورد هنيجي نكتب الباسورد بتاعنا كده، وهنيجي نكرره تاني. وهنا تالت اختيار ده، هنا بنكتب اي حاجة او اي رمز من الباسورد اللي احنا كاتبينه يعمل لنا عملية تفكير او تذكرة. مثلا هنيجي نكتب رقم 7، ده من ضمن الباسورد، وهنيجي بعد كده نضغط على نيكست. تفتح بعد كده معانا صفحة تفعيل وتنشيط الويندوز. هنا بيطلب مننا ندخل مفتاح الترخيص الخاص بالنسخة، بنكتبه هنا، بنضغط بعد كده على نيكست. لو احنا مش معانا مفتاح الترخيص الخاص بالنسخة، نقدر نضغط على زرار اسكيب هنا ونكمل عملية استكمال وتثبيت الويندوز عادي جدا. بس عاوز اقول لك بعد عملية التثبيت هتلاقي عندك هنا على الديسكتوب علامة مائية على الناحية اليمين بتطلبك بعملية تفعيل وتنشيط الويندوز. كمان هتلاقي رسائل مزعجة هتظهر لك من غير لما تفعل نسخة الويندوز بمفتاح الترخيص الاصلي بتاعها. هتلاقي رسائل مزعجة بتطلبك ان انت تفعل وتنشط الويندوز بتاعك. كمان عندك عوامل الامان مش تبقى متوفرة بنسبة كبيرة جدا في النسخة، وممكن النسخة بتاعتك تسقط منك في اي وقت، معرضة ان هي تسقط وتفقد الملفات المهمة اللي انت محتاجها على الجهاز بتاعك. كمان عندك في الاعدادات مش تقدر تستفاد من النسخة اكبر استفادة، وانت معرض كده لعملية القرصنة. فمهم جدا وبنصحك ان انت لازم تفعل النسخة بتاعتك بمفتاح الترخيص الاصلي. طبعا احنا هنكتب دلوقتي مفتاح الترخيص بتاعنا. طبعا انا كتبت مفتاح الترخيص الخاص بالنسخة دلوقتي، هاجي واضغط على نيكست. هتفتح بعد كده معانا صفحة ابديت للنسخة، نقدر من هنا نختار على اول اختيار، او ممكن نختار بعد كده في وقت اللاحق ان احنا هنعمل عملية التحديث للنسخة. نيجي نضغط على الليتر هنا لاحقا، ونيجي نضغط عليها كليك. هنا بيقول لي الوقت بتاعنا، هنيجي نفتح السهم بتاعنا ونختار كايرو او ايجيبت، اهي كايرو، هنيجي نقف عليها كده، وهنيجي نظبط الساعة بتاعتنا. طبعا علشان احنا مش مظبطين الاتصال بالنت دلوقتي، فهتلاقي الوقت معاك مش مظبوط، فتيجي بتظبط الوقت بتاعك والتاريخ، وبعد كده نضغط على نيكست. هنا هتتم عملية التجهيز للنسخة. هنا بيتم عملية التحضير للديسكتوب لسطح المكتب. هنا فتحت على طول معانا ويندوز 7 اهو كده، احنا ثبتنا ويندوز 7 على الجهاز. ودي كانت الخطوات. انا كده انتهيت من شرح الفيديو، اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو الفيديو فادك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد بنقدمه، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. كان معكم محمد جمال من قناة معلومات وتقنيات، مع السلامة.